سعيد، اهلا مرحبا فيكم في دندون فلور. اليوم الفيديو راح يكون عن صنع اشياء بالفلوم، بس قبل ما نبلش لا تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب، وانتبهوا سبسكرايب يديركم زر هو زر الشايات، اكبسوا عليه مشان ننزلكم كل فيديو انا بعمله وانا يعني بنزله. ويلا نبلش. اول اشي صنعته هو مساعدتي مدوين ساعدتني اعمله، هو هاي الوردة. هاي الوردة كنا عاملين هيك الاشي الاصفر هون، وحطينا سيليكون، وحطينا سيليكون على هذا الاحمر، بعدين حطينا هيك، بعدين حط يعني عشان نخليها احلى حطينا هون الاشي الزهري، وحطينا سيليكون عليه اي على الاحمر مشان يلزق، وبعدين مشان نخليه احلى واحلى فربطنا شبرة هيك هون حلوة تساعد التميد، وين طبعا اخترعتها كتير حلو حلوة الوردة. اكتبوا لي الكومنت دان بلو اذا عجبتكم الوردة او لا. وثاني اشي عملناه هو قلبي احمر، قلبي احمر يعني هون قلبي احمر، هذا هون قلبي احمر. كيف اخترعنا نعمل قلبي احمر؟ هو المساعدة مدوين ساعدتني. اول اشي جبنا هاي الكرتونة وحطينا عليه سيليكون زي هديك الفكرة، وبعديها لزقناها هون، بعديها ايش جبنا كمان خلطة خب وحطيناها عليها وصارت قلبي احمر، قلبي احمر، قلبي احمر. عجبكم الفيديو او لا؟ انا اكثر واحد عجبتكم وقلبي احمر، ويلا باي. قلبي احمر، شكرا.